بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنبوت اللي معانا من نوع ديت يا جماعة. إنبوت طيب ديت، جس وقت المعنى واضح أكيد عند الناس. بيقول لي أدي مانس وداي وير، أو اللي هو الشهر اقصد، وداي وير ديت الترتيبه بتاعتهم، دي الديفولت، دي الافتراضيه. يعني انت لو ضغطت على الشهر ممكن تكتب الشهر معاك لغايه مثلا 12، دايركتلي هو يروح موديك للداي معاك لغايه 31 في شهر 12، هنا يروح موديك ممكن الاكس ده بيصفرها لك، هنت الصغير ده بيفتح لك الكالندر نفسها، بيقول لك والله انت اختار. وكمان كمان لو انت ممكن ضغطت على بتاع في النص ده تجيب لك اليوم اللي احنا موجودين فيه، اليوم اللي احنا بنسجل فيه دلوقتي حالا، اللي هو كان 9 في شهر 8 2016. وانت ممكن تروح يمين او شمال، وانت تختار ما بين السنين المختلفة. كمان يعني ديت الجانب او اللي بتوفر عليك، او انت ممكن تختار طبعا ما بين سنين كتير. التولز ديت كلها انت ما كتبتش فيها غير سطر برمجي واحد واحد بس، انبوت تايب يساوي ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.